للحديث عن التحذيرات من خطورة التستر على ملابسات مجزرة جبل شمالي بابل وتداعياتها على العراق وسط تحميل السلطات الحكومية مسؤولية هذه المجزرة وهذه الجرائم التي ارتكبت في جبلة، معنا من اسطنبول عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل للحديث بشأن هذا الموضوع. أستاذ بهاء، بداية مرحبا بك. ماذا يعني هذا التضارب بالرواية الحكومية حول مجزرة جبل شمالية بابل؟ هل هو تمهيد ومحاولة لطمس معالمها كما طمست معالم الجرائم التي ارتكبت من قبلها في أماكن أخرى ومناطق أخرى من العراق؟ في البداية تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام. في البداية نحب نعزي أهالي الضحايا العشرين ونعزي أنفسنا على هذه المجزرة الكبيرة اللي حدثت في بابل. والحقيقة هذه المجزرة يعني فاقت بالحقيقة ما ارتكبته قوات الاحتلال نفسها. قوات الاحتلال ارتكبت في ساحة النسور مجزرة اللي هي راح ضحيتها 17 شخص، لكن الآن أمام 20 شخص بينهم أطفال. بالنسبة لتضارب الروايات في سياقات الأمنية، يجب أن يكون هنالك متحدث رسمي وتكون هنالك بيانات رسمية تصدر من القوات الأمنية، سواء من المحافظة اللي الحدث بها الحدث الأمني أم من قيادة العمليات المشتركة، وهذا الشيء لم نراه يحصل. قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيان مغاير لما أصدرته قيادة شرطة بابل، وتصريحات المحافظ أيضا كانت مغايرة. بالتالي إقالة يعني قائد شرطة أو إقالة مجموعة من الضباط هي لا ترتقي كإجراءات لهول الجريمة، وهو ما حصل حقيقة. هذه جريمة تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية كما قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق على لسان متحدثها الرسمي. هذه الجرائم هي ليست بالجديدة، يعني إلى أي مدى تثبت هذه الجرائم وجود خلل في منظومة الأجهزة الأمنية الحكومية التي تعتمد على وشاية المخبر السري وكذلك تعتمد على تحكم الطائفية فيها؟ هي في الحقيقة كشفت كثير من المكان من الخلل في القوات الأمنية هذه الجريمة، بداية من الوشاية إلى سوء استخدام المنصب من قبل النقيب اللي حرك قوة باتجاه منزل شخص على خلاف شخصي معاه. تحريك قوة عسكرية بهذا الحجم وبهذا الثقل وبهذا السلاح، يعني تتخيل أن هم مستخدمين سلاح الأحادية، وهذا السلاح يستخدم مقاوم طائرات ذات قوة يعني تدميرية، بحيث أنه مقذوفاتها عندها إمكانية التشظي. وطريقة التعامل مع، حتى وإن كان مطلوب، لو فرضنا جزافا أنه هو مطلوب، طريقة التعامل مع مطلوب بهذه الطريقة عدم حرفنة، وبالتالي إصرار، هنالك إصرار على قتل من في الدار سواء كان إرهابي أو غير إرهابي، هنالك إصرار. إحنا لاحظنا أنه هنالك إصرار في السياقات المتبعة في القوات الأمنية. معروف أنه إذا كان هنالك أمر إلقاء قبض فهنالك سياقات يتم اتباعها لإلقاء القبض على هذا الشخص، منها أولا أن تكون تجمع معلومات استخباراتية من داخل المنطقة حول هذا المنزل، يعني على الأقل هسه حفاظا على سلامة القوات الأمنية ممكن يكون هذا المطلوب مفخخ البيت مثلا، ممكن الطريق المؤدي إلى المنزل ممكن تكون بعبوات ناسفة، بالتالي لازم تجمع معلومات استخباراتية حول المنطقة، وبالتالي عزل المنزل عن المنازل المحيطة به، واتخاذ إجراءات أخرى تحافظ على أرواح المدنيين. لكن كل هذا ما جرى، وهي بالتالي لا تختلف عن كثير من الجرائم اللي حصلت. أنت لو تجي تراجع التاريخ القريب، يعني قبل كم شهر، لو تلاحظ كل الجرائم اللي تم ارتكابها، يعني مثلا قتل الشهيد هشام الهاشمي تم بواسطة منتسب بالقوات الأمنية، قتل الصحفي الزميل أحمد عبد الصمد قتله منتسب بالقوات الأمنية، اغتصاب الطفلة حوراء تم بمنتسب القوات الأمنية، حتى الصيدلانية شيلان وعائلتها في المنصور قبل عام تقريبا، مجازر أيضا في ديالة في الفرحاتية وفي ديالة، كثير من المجازر احنا شفنا يعني كثير من الأمور يعني لا تليق بالقوات الأمنية أصلاً أن تسويها، وبالتالي ماكو حرفنا. لماذا يعني يتم الاستمرار بترسيخ سياسة الإفلات من العقاب؟ يعني معالم هذه المجزرة واضحة، معالم هذه الجريمة ومن ارتكبها واضحة، حتى الآلية في ارتكاب هذه الجريمة، استخدام قذائف صاروخية، وحتى أن جثث الضحايا يعني ابتعدت لعشرين متراً عن المنزل.
يعني وضوح معالم هذه الجريمة والهوية الأشخاص الذين ارتكبوها، مع ذلك لا يتم تسليمهم إلى المحاكمة ولا يتم معاقبتهم. لماذا هذا الاستمرار في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب؟ سياسة الإفلات من العقاب بدأت منذ بداية يعني احتلال العراق، من هذا الوقت، لأنه تم اعتماد أسس محاصصاتية وطائفية لتقسيم القوات الأمنية وتقسيم الوزارات، فبالتالي لا توجد منظومة مهنية تعمل من أجل خدمة هذا البلد. بالتالي هاي المنظومات بدأت أنه تحوي على أشخاص وشخصيات وأحزاب متنفذة قامت تحاول أنه تأثر على عمل هذه القوات، وبالتالي أنه أصبحت ميليشيات حقيقة. هذه القوات أعمالها أصبحت ترتقي لعمل الميليشيات، هذه مو قوات أمنية. القوات الأمنية هدفها أنه تحافظ على الوطن والمواطن، لكن اللي دي يصير كثير من الجرائم قاعد ترتكب من قبل القوات الأمنية نفسها. فهذه يعني اندل على شيء، فيدل على أنه لا خوف من العقاب. هذا العدم في الخوف هذه الحالة، ما الضامن اليوم من عدم تكرار ما جرى في مجزرة الجبلة؟ لا يوجد ضامن أستاذ العزيز. اليوم مفوضية حقوق الإنسان نفسها قالت بأنه على لسان الأستاذ البياتي المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قال بشكل مباشر، قال بأنه كل عملية إلقاء قبض قد تكون جريمة جبلة ثانية. يعني هذا دليل واضح على أنه فقدان الثقة بالقوات الأمنية بهذه الطريقة، يعني المواطن بصراحة فقد الثقة بالقوات الأمنية وبطريقة تعاملها مع الأحداث، لأنه ماكو حتى المجالس التحقيقية أو اللجان اللي تشكلت لحد الآن، ما شفنا مثلا جريمة الفرحاتية لحد الآن، ما تم الإعلان عن مرتكبيها. الغريب في الأمر أستاذ بهاء أن يعني ليس هناك أي رفض، أي إدانة من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، يعني أين هم؟ يعني غياب هذا الرفض، غياب هذه الإدانة، إلى أي مدى يحمل هذه البعثة مسؤولية غض الطرف عن يعني ارتكاب هذه الجرائم ومتابعة والضغط على السلطات من أجل محاسبتهم ومعاقبتهم؟ بعثة الأمم المتحدة في العراق بصراحة أصبحت بعثة تحابي السلطة، تحابي الحكومة، تعمل على تغطية ما يجري. بعثة الأمم المتحدة قتل أمام عينها أكثر من 800 متظاهر ولم يصدر منها بيان إدانة. قتل يعني في الجرائم كبيرة قامت بها الميليشيات في مناطق في ديالة وفي صلاح الدين وغيرها في الطارمية، كثير من المجازر لم نسمع عن من الأمم المتحدة أي إدانة. بالتالي هذه يعني حتى لاحظنا أنه هي في دورها في الانتخابات أصبح دور كأنما وسيط بين الأحزاب لا أكثر ولا أقل، يعني تخلت عن مهامها تقريبا 100%. لا يعول عليها الأمم المتحدة في العراق، لا يعول عليها، لأنه غضت البصر كثير عن جرائم حدثت في العراق. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، الكاتب والصحفي العراقي، شكرا جزيلا.